كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وقوله صلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر 50 منكم؟ فضيلتهم عامة، فضيلة الصحابة عامة، وفضيلة من يأتي آخر الزمان يثبت على الدين هذه خاصة، هو أفضل منهم في هذه الناحية فقط، لكن هم أفضل من في نواحي كثيرة، هم أفضل من في نواحي كثيرة، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. نعم، فهو أفضل منهم لأنه صبر في وقت المال مناصر، ولا أحد يدافع معه. الصحابة كانوا متناصرين وكانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان ما لهم أحد يناصرهم ولا يدافع عنهم، ومع هذا ثبتوا على دين الله، فهم في هذه الخصلة أفضل من الصحابة، لكن الصحابة أفضل منه في خصال كثيرة ما هي عنده. نعم.